انا برضو حابه اسال في نقطه تانية. حضرتك بتقول ان ممكن في اطفال قبل سن البلوغ يعانوا من دوري الخصيتين. حضرتك قلت في البدايه ان اسبابها ممكن تكون التعرض للشمس، الوقفه، المثيرات، لكن طفل ممكن مش هيتعرض لكل ده. الطفل هيتعرض لكل ده باستثناء المثيرات، ومش بشكل كبير، يعني مش هتلاقيه. ما هو ده بيكون شخص عنده بقى الخلل اللي اتكلمنا عليه في الجينات، ده بيكون صورة كبيرة جدا، وغالبا بيكون فعلا في عامل وراثي، فهتلاقي ان والده كان كده وجده كان كده، فده بيكون خلل شديد جدا لدرجة انها تبتدي تظهر في الأطفال الصغيرين في العمر ده. لكن هي مش حاجة شائعة، احنا بنشوفها نادرا لكن فعلا موجودة. طبعا في السن ده الولد مفيش إثارة جنسية، لكن لو وقف كتير أو لو بيكح باستمرار أو عنده إمساك، ده ممكن بيزود الموضوع. لكن الدواء اللي بتيجي في سن صغير ده غالبا بتكون فعلا خلل جيني قوي جدا، وغالبا بيكون فيها عامل وراثي، لكن معظم الدواء بتظهر بعد البلوغ فما فوق.